طيب غيره تفضل. هل يجوز للمسلم بعد ما بينت فضيلته من عدم جواز صيام يوم السبت، هل يجوز له ان ينذر صيام يوم السبت؟ ان ينذر صيام يوم السبت؟ لا، ما يجوز ان يتقصد ذلك، لكن ان وقع له وجب الوفاء به. وهل هذا يكون نذرا في طاعه الله؟ هل يكون ايش؟ هل يكون نذرا في طاعة الله لو نذر ذلك، يعني يلزمه الوفاء؟ إذا نذر وهو يعلم، إذا نذر وهو يعلم لا يكون نذر طاعة، ولكن كما أنت تعلم الآن بدون نذر يصومون يوم السبت بمناسبة من المناسبات التي ذكرناها. فهل نقول هذا الصيام صيام معصية؟ بالنسبة لأولئك الناس لا نقول لهم إنه صيام معصية، أما بالنسبة إلينا وقد عرفنا نهي الرسول عليه السلام عن صيام النهي عن صيام يوم السبت فهو بالنسبة إلينا معصية. يعني القضية تدخل في موضوع أنه ليس لأحد من المسلمين أن يفرض رأيه فرضا على عامة المسلمين، وإنما هو يعرض ما عنده من العلم، فمن اقتنع به فبها ولزمه ما يلزم المقتنع الأول، وإلا فهو يمشي على قناعته السابقة.